السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الصباح رباح. على المحبة نلتقي، نقدم لكم باقة منوعة من المواضيع التي تهمكم، حيث أننا مقبلون على فترة الصيف، فستكون الحصة الأكبر من هذه الحلقة عن المواضيع المرتبطة بهذا الفصل. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل حلقتنا، دعونا نتعرف على أبرز عناوينها. اختتام فعاليات مهرجان العيد في سوق واقف وسوق الوكرة. كيف نحافظ على نظامنا الغذائي الصحي في فترة الصيف؟ وحول أجواءنا، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم حار نهاراً مع غبار خفيف على بعض المناطق. فللحديث أكثر عن حال الطقس المتوقعة، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف المتنبئ الجوي بإدارة الأرصاد الجوية صقر السويدي. يا هلا ومرحبا بك معنا أخوي صقر. حسين، هلا والله، صباح خير. يصبحك بالنور والسرور، يعني في هذا الصباح شوي اليوم صباحنا نوعاً ما حار، لكن ما هي توقعاتكم لحال الطقس اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية احنا تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، من المعروف ان هالمنخفض يسيطر على المنطقة بشكل مستمر خلال فترة الصيف. وجود المنخفض يرفع من درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مثل ما لاحظنا في الفترة السابقة اغلب درجات الحرارة كانت في منتصف الأربعين. من المتوقع استمرار تسجيل الحرارة في منتصف الأربعين خلال الأيام القادمة او الأيام الثلاث القادمة اللي هي اليوم الثلاثاء والأربعاء. الرياح أغلبيتها تكون جنوبية في البداية، هاي اللي تساعد على رفع الحرارة بشكل أكبر. من منتصف اليوم تتحول الرياح شماليات، شمالية غربية، شمالية شرقية. مع نهاية الأسبوع الرياح ممكن تتحول شمالية غربية صريحة نشطة إلى قوية السرعة على بعض المناطق. نشاط الرياح ناتج عن تعمق المنخفض بشكل أكبر وتقارب في خطوط الضغط على السطح. الرياح الشمالية القوية القوية في هالفترة معروفة برياح البوارق، وبدايتها مثل ما قلنا على نهاية الأسبوع. أما بالنسبة حق البحر، الحمد لله اليوم وبكرة واللي بعده ما في أي تحذير. يبتدي التحذير البحري يوم الخميس، ويمكن يشمل معه السمعة والسد، وهذا ولد عند الله. إذن هذه أخبارنا اليوم أو أخبار طقسنا. فإذن أخوي صقر، ما في أي تحذيرات لرواد البحر، ويمكن هذا اللي يفضلون رواد البحر، لكن ستكون حال الطقس إن شاء الله يعني حال مطمئن. فشكرا لك أخوي صقر، ويسعد لي صباحك. إذن نبقى في علوم الجو، ونتعرف على أبرز درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق الدولة.
حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا وإلى عالم الصحافة لنتعرف على أبرز الأخبار التي تناولتها الصحف المحلية لصباح اليوم. نبدأ من صحيفة الوطن وخبرها الرئيسي: صاحب السمو يعزي بوفاة والدة رئيس وزراء الكويت، وتعازي سموه نقلها معالي رئيس مجلس الوزراء. وفي خبرنا الثاني من الوطن، تنقل الصحيفة عن مصدر باللجنة الوطنية للسلامة المرورية تحديد جهة مختصة لإدارة الازدحام. وفي الخبر الثالث من صحيفة الوطن، نجاح كبير لمهرجان العيد، المهرجان الذي استقطب الأسر والعائلات على مدار 5 أيام. وننتقل إلى صحيفة الشرق ومن أخبارها المحلية: 15,600 منتفع من معاش الضمان الاجتماعي الشهر الماضي. وفي موضوع آخر كتبت الصحيفة: استعدادات مكثفة بالمدارس لاختبارات الشهادة الثانوية التي تنطلق بعد غد الأربعاء في 61 لجنة. خبر الأخير من الشرق حمل عنوان: 70 جهة حكومية وخاصة تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للتوظيف. وفي صحيفة الراية نقرأ: خطة لزيادة الكوادر الإدارية الوطنية بجامعة قطر. وفي الخبر الثاني من الراية: التنمية تصدر آلية عمل نظام حماية الأجور للعاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل. وفي الراية أيضاً: قطر تنطلق لأفاق استثمارية واعدة من بطرسبرغ ونتائج مثمرة لمشاركتها المتميزة في المنتدى الاقتصادي الدولي. وفي خبرنا الأول من صحيفة العرب: بناء قدرات ورفع مهارات 30,000 موظف بالداخلية في عام 2018. وفي خبر محلي آخر: مصادر العرب، 65% الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء مع نهاية 2019. وفي الخبر الأخير من العرب: البلدية توعي الجمهور بالقواعد الصحية لاختبار المنتجات. صحيفتنا الأخيرة صحيفة لوسيل ومن أخبارها الاقتصادية: البورصة تبدأ خطة التجزئة بأسهم بنكي قطر الأول والتجاري. وفي خبر آخر قالت الصحيفة إن نسبة الإشغال الفندقي خلال عطلة العيد وصلت 100%. وموضوعنا الأخير من صحيفة لوسيل: 15,000 طن إنتاج قطر من الأسماك خلال 2018 تتضمن 30 نوعاً أبرزها الكنعد والهامور والصافي والشعري. مشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم لمواصلة باقي فقرات برنامج الصباح رباح. نعود لكم مشاهدينا لنتابع معكم باقي فقرات الصباح رباح. وحيث اختتمت أمس فعالية مهرجان عيد الفطر بسوق واقف وأيضا سوق الوكرة والتي استمرت على مدار 5 أيام وسط إقبال كبير من الزوار وكذلك العائلات والأطفال، حيث استقبل السوق عشرات الآلاف من العائلات والسائحين. فنشاهد معكم هذا التقرير.
في أجواء ملؤها الفرح والسرور، استقبل مهرجان وعيد الفطر الذي نظمته لجنة احتفالات المكتب الهندسي الخاصة زواره من العائلات والأطفال الذين توافدوا منذ الساعة الأولى إلى خيمة الفعاليات في سوق واقف، وذلك للاستمتاع بالألعاب والعروض الموجودة، ما أدخل الفرحة والبهجة على نفوس الأطفال وجميع زوار السوق. الأجواء بشكل عام وناسة من الآخر، يعني لكل فئة المجتمع، لكل فئة مستهدفة، عندهم تنوع كبير جدا في الفعاليات، هذا أحلى شيء في الموضوع كله. استانست وايد، واستانست في كل الألعاب، استانست وايد. أصلا أنا كنت استانسة قبل أني أروح السوق واقف. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة، إن شاء الله من الفائزين والعائدين. وبعد النجاحات الباهرة التي حققها سوق الوكرة منذ مهرجانه الأول الذي أقيم العام الماضي في مثل هذه المناسبة، حقق السوق نجاحاً آخر بتنظيمه لفعاليات ترفيهية في خيمة كبيرة بالسوق تشتمل على أكثر من 40 لعبة للمهارات الفردية ومثلها على الواجهة البحرية للسوق، إضافة إلى العروض الفنية والألعاب البهلوانية وغيرها، وذلك يومياً من 4 عصراً حتى 10 مساءً. وقد لقي سوق الوكرة إقبالاً كبيراً نظراً لما رسمه من ألوان بهية على الواجهة البحرية لسوق الوكرة. في موضوعنا لليوم، تعد البشرة من أكثر المناطق حساسية وتحتاج إلى عناية خاصة من قبل السيدات، خاصة في فترة الصيف، ومن الهام جدا العناية بها بشكل يومي وأيضا مستمر. معنا اليوم خبيرة التجميل عفرة المري، تقدم لنا نصائح حول الطريقة الصحيحة وكيفية العناية اليومية بالبشرة. صبحت الله بالخير اختي عفرة. صبحت الله بالنور. يا هلا ومرحبا بك معنا. هلا فيك، صباح النور على مشاهدين قناة الريان، وكل عام وانتم بألف خير وانت بصحة وسلامة، حياك الله معنا. الله يحييك. يعني قلنا ان احنا اليوم بنتكلم عن العناية بالبشرة بما ان احنا دخلنا فصل الصيف، واعتقد هالايام مرت علينا ايام حارة جدا. ايوه. ففي البداية احنا عارفين ان يعني المرأة كثير تهتم ببشرتها، تهتم سواء بالتغذية الداخلية وايضا بالعناية الخارجية، لكن احيانا في نصائح حتى متضاربة، يعني البعض يقول لك حاولي قد ما تقدرين ما تتمكجين، البعض الاخر يقول لك بعد يعني ان المكياج يتلف البشره، والبعض الاخر يقول لك لا انت لازم تهتمين في مقابل ما انت قاعده تضعين كل هالميك اب سواء الصباح او مساء او في الفترتين. فعموم بشكل عام احنا راح نتكلم اليوم عن العنايه بالبشره، وخاصه من قبلك انت كخبيره للتجميل، فكيف نعتني ببشرتنا خاصة في فصل الصيف؟ طبعا في فصل الصيف تعرفين نحر، احنا عندنا ما شاء الله نسبة الحرارة وايد عالية. صحيح. اهم شيء نسوي سواء حطينا مكياج او ما حطينا مكياج لازم نحط واقي شمس. واقي شمس تكون نسبتها عالية 50%. ليش؟ لان اشعة الشمس تضرب على البشرة فالمسام تتفتح، فالمكياج كله يدخل في البشره فتضر البشره. نعم. يعني ويفضل بعد حتى في الصيف ان احنا نحط الوان خفيفه خاصه فتره الصبح. نعم. يعني نستخدم اشياء خفيفه على البشره، ويكون حتى انواع الفونديشن تكون فيها نسبه حمايه من الشمس. طيب هني الفونديشن معناته بيتغير لو فتره الشتاء او صيف؟ طبعا اكيد. كيف اعرف اللي يناسب في فتره الشتاء او الصيف؟ حتى اصلا البشره تتغير، تعرفين في فتره الصيف شويه البشره تكون جافه على دهنيه. نعم. تحسينها مختلطه. صحيح. اكثر. صحيح. شيء ونستخدم احنا واقي الشمس الصبح طبعا، وكله كل 12 ساعة لازم نستخدمه. في فترة الصبح نستخدمه ونحط حتى أشياء خفيفة. نعم. حتى الحين في السوق صار الفونديشن فيه نسبة ترطيب وفي نسبة واقي من الشمس. نعم. فأهم شيء في فترة الصيف إن احنا نستخدم واقي الشمس، أول شيء حافظنا على بشرتنا، وثانيا حتى ضد الشمس، أشعة الشمس تأثر على بشرتنا. نعم. فهالشكل تطلع لنا تصبغات، تطلع لنا حبوب، هالأمور كلها لازم نستخدم أو شيء حماية عشان ما إحنا ما نخرب بشرتنا. نعم.
طيب العناية في فترة الصيف تكون مختلفة أكيد عن فترة الشتاء، لكن هذه العناية تتضمن أشياء كثيرة، من ضمنها قلتي الواقي الشمس، أيضا إيش تتضمن؟ هل تتضمن كثير من المرطبات أم مرطبات خلينا نقول عالية الترطيب، مرطبات متوسطة؟ يعني ودنا مثلا تقولين لنا طول اليوم نظام، خلينا نقول نوعا ما نظام صحي وتغذوي روتين اليومي للبشرة. نعم طبعا، أول ما تقومين هو عندك روتينين اثنين، الصباحي والمسائي. نعم. فكل واحدة حسب بشرتها، يعني احنا عندنا بشرة دهنية، عندنا بشرة مختلطة، عندنا صحيح. بشرة حساسة، وعندنا بشرة جافة، فكل واحدة على حسب بشرتها. يعني أنا ما أقدر أقول لك ترطيب عالي وأنت أصلا بشرتك دهنية. نعم. فكل واحدة تشوف هي شنو نوعية بشرتها، وعلى هاي الأساس تحط الترطيب وتحط العناية اللي هي اليومية. نعم. يعني مثلا فترة الصبح نستخدم ترطيب اللي هو اليومي وواقي الشمس حق هاي جميع أنواع البشرة احنا نتكلم. نعم. المساء نفس الشيء، المساء بتكون العناية مكثفة. ليش؟ لأنه ما في شمس، وإحنا نقدر نستخدم مثلا أشياء فيها زيوت، نقدر نستخدم أشياء ضد الأكسدة اللي هو المساء. نعم. عشان ترطب لنا بشرتنا هاي الفترة المسائية حقنا جميع أنواع البشرة، وكل واحدة على حسب بشرتها. يعني أنت بشرتك جافة تستخدمين أشياء ترطيبها عالي، بشرتك مختلطة تستخدمين مواد للبشرة المختلطة. نعم. وهالشكل. نعم. بس كلهم لازم يستخدمون هو الواقي الشمس، سواء واقي الشمس حق الشفايف أو واقي الشمس حق البشرة كاملة. هاي أهم عنصر في فترة الصيف، لأن احنا بشرة ما شاء الله عندنا توصل الحرارة 55 وهالأمور. نعم. تأثر وايد على البشرة، تأثر كثير على البشرة. طيب بعد من ضمن العناية أنا دائما أقول لا تنسين تعتنين أيضا بيدك، حتى اليد تتأثر. يعني طبعًا مو معقولة طبعًا أنت بتحافظين على شكل البشرة ويدك، ويهج بتخلين يدك أيضا. يعني في ناس ترى كثير ينسون اليد عموما. صحيح. طيب صحيح. خلينا نتكلم عن تنظيف البشرة في فترة الصيف. إيش اللي تطلبه مني كتنظيف بشرة؟ يعني أكون واعية فيه على أساس أعرف وين أروح وعند أي مختص؟ هل أروح عند دكتور ولا أكتفي بتنظيف الصالون، ولا ممكن أنا أنظف في البيت؟ شوفي البشرة كأنها وردة، كل ما سقيتيها كل ما طلعت، بس إذا سقيتيها يعني وايد أكيد بتغرق وبتموت. فنفس الشيء البشرة نهتم فيها باعتدال. يعني مثلا أنا الحين بشرتي صافية، ما يحتاج أن أنا أسوي لها تنظيف، مجرد سكراب وتنظيف بسيط في البيت. جميل. تكفيني. أما إذا أنا بشرتي أصلا فيها أحبوب وفيها مسام، هاي كلها يعتمد بعد على الجسم داخلي. نعم. أنا أشوف مشكلتي الداخلية، يعني أنا شنو عندي نقص فيتامينات، أنا شنو أعاني منه. نعم. أول شيء أصلح الأساس بعدين أصلح بشرتي. صحيح. يعني أنا ما أقدر أصلح بشرتي بشرتي وايد فيها حبوب ما أعرف شنو من تطلع. نعم. بس يمكن أنا عندي أصلا نقص فيتامينات هل يخليني تطلع لي حبوب. وحتى مثلا البشرة الدهنية وايد تكون عندها نقص أشياء معينة في جسمها، عشان كذي البشرة تطلع وايد دهنية. فأول شيء نصلح الأساس، عقبها نصلح الشكل الخارجي. عرفتي؟ إيه. نعم. فنهتم إحنا ببشرتنا باعتدال. إذا أنا بشرتي تتطلب أن أنا نظف بشرتي في عيادات، إيه بنظف بشرتي في عيادات، بس بنظفها مرة في الشهر. نعم. ما يحتاج أن أنا نظفها أسبوعيا. تعرفين كل ما فتح التنظيف البشرة يفتح المسام، فإذا فتحت المسام، المسام هذه إذا دخل فيها فونديشن يأثر على البشرة وايد. صحيح. ونفس الشيء حتى حق البشرة النظيفة، يعني أنا أفضل أنها تهتم أول شيء تهتم تنظف بشرتها عدل من المكياج، تحط ترطيبها اليومي، تسوي سكراب مرة في الأسبوع. وبهالشكل تشوف بشرتها وايد حلوة. بس إذا قلت لك إذا كانت البشرة جدا دمرانة يفضل أنها تروح حق دكتور مختص. طيب إيش رأيك في التقشير؟ يعني الحين كثير من النساء وايد يحبون التقشير، خاصة أنه في النهاية يعطيك بشرة مصقولة، ويعني كل الأمور اللي أنا أسميها بيبي سكين. بالضبط، بيبي سكين وبشرة جميلة حلوة. لكن البعض يحذر أيضا من التقشير، فأنت إيش رأيك كخبيرة تجميل بالتقشير؟ طبعا في فترة الصيف من ندخل شهر 5 لين شهر 9 انسي شيء اسمه تقشير، لأنه حر. وبتعرفين لما تسوين تقشير البشرة تستوي حارة. هذه نصيحة مهمة صراحة. إيه؟ لأن الكل طول السنة قاعد يسوي تقشير. بتسوين تقشير من سكراب استخدام خفيف. منزلي خفيف، إيه سوي فترة الصيف انسي شيء اسمه تقشير. التقشير. نعم. يضر للبشرة، لأن تعرفين إحنا مع صيفنا
وايد يضر بشرتها، تطلع حبوب، يمكن تستوي لها تصبغات، يمكن يستوي لها حرق من الدرجة الثالثة، فما أنصح فيه نهائياً في فترة الصيف. في فترة الشتاء سوي تقشير. جميل جميل. شكراً أختي عفرة المري على وجودك معنا وعلى هالنصائح البسيطة، وهذه نصائح عموماً دائماً تخلي فرق وتسوي فرق دائماً، لأن العناية البعض يعتقد أن أنا خلاص كذي اعتنيت، لكن لما نعرف تفاصيل العناية هني إحنا فعلاً اعتنينا ببشرتنا أكثر. نتمنى نستضيفك أيضاً في الصباح رباح في مواضيع أخرى، لكن الآن أكيد راح ننتقل إلى فقرتنا المقبلة، فقرة صحية تهمنا جميعا، فتابعوها بعد هذا الفاصل. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا، ونعود أيضا لمواضيعنا، ولكن الآن في موضوع آخر. ومع حلول موسم الصيف يلجأ البعض إلى التخفيف من حرارة الجو بواسطة الإكثار من تناول المشروبات الغازية أو المثلجات التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، مما يسبب أضرارا صحية على أجسامنا. حول التغذية السليمة في فترة الصيف وأيضا الرياضة، يسرنا أن نستضيف السيدة خولة البحر، أخصائية تغذية رياضية. حياك الله ويا هلا ومرحبا بك معنا خولة. أهلين. بعد رمضان نلتقي الحين في الصباح رباح. أهلا بديتك خولة. يعني أنت عارفة نظام رمضان خلاص خلصنا، الحمد لله. الحين بنبدأ نظام الصيف، غير عن نظام الأيام بعد العادية. أي طبعا. نظام الصيف يعني شوي أنا أعتقد أنه هو مختلف فعلا، لأن إذا تغيرت أجواءك وتغير نمط حياتك، يعني اللايف ستايل خلينا نقول طوال السنة، إذا يتغير معناته بيتغير غذائك، وأيضا بتتغير معاك الرياضة. فهل فعلا هناك اختلاف في هذه الأنظمة، في أنظمة الرياضة وأنظمة التغذية لو قلنا في الصيف؟ في اختلاف. احنا الحين مثلا فصل الشتاء يختلف عن فصل الصيف. نعم. احنا عندنا في الدول الخليجية الشتاء عندنا حلو، نقدر نخلي الرياضة خارجية. صحيح. أما في فصل الصيف صراحة ما نقدر، حتى لو العصاري يعني بعد بيكون الجو حار ورطوبة. بالضبط. في نوعية من الناس ما يستحملون هاي الجو الحار والرطوبة هذه، فهو يكون الرياضة داخلية تكون أحسن لهم. وفي ناس بعد عندهم زيادة التعرق، فهم يفقدون كمية كبيرة من الماء، هم صج يعوضونها بماء، بس هاي ممكن يسبب لهم أقماء، هبوط. فأنا صحيح. أشجع رياضة داخلية أكثر في الجو الحار أو الرطب. طيب ومن ناحية التغذية؟ التغذية حبيبتي احنا نحتاج الكمية كبيرة من الماء، بما ان الجو حار، بما ان احنا نعرق. الماء ممكن ان احنا نضيف عليه اضافات معينة. في ناس يحبون يحطون ليمون، في ناس يحبون يحطون نعناع، على حسب الشخص نفسه وذوقه الشخصي. تنكيه الماء يعني. بالضبط. وفي ناس يحبونه سادة، المهم عندنا الشخص يشرب كمية اللي يتناسبه من الماء. فكل شخص له كمية معينة. في ممكن عمليات حسابية نسويها له، في ممكن برامج تطلع له، كل شخص على حسب رياضته، على حسب عمره، طوله، وزنه، يختلف الشخص، فما في شخص يعني نفس الشخص الثاني سبحان الله. طيب هاي من ناحية الماء، لكن من ناحية الغذاء، يعني مثلا يقول لك البعض احنا نفضل في الصيف ناكل كثير فواكه، يعني من ناحية تغذوية، لكن ما ندري هذه خطتهم صحيحة ولا لا، هل قصروا مع نفسهم في يعني باقي المأكولات، ولا هم فعلا يفضل في الصيف ان احنا نكثر من الفواكه، بما ان الفواكه اصلا تعطي كثير من الرطوبه والماء. يلا خليني اقول لك نقطه مهمه. احنا في عالم التغذيه دائما يقولون الخضروات قبل الفواكه. طيب فاحنا في عالم التغذيه، عندنا الفواكه قبل. طيب. بالضبط. فالخضروات شيء وايد مهم، لو احنا نكثر منها وايد مهمه حق حتى الجهاز الهضمي. نعم. طيب الفواكه احنا المفروض لنا كل شخص له 3 فواكه في اليوم، 3 أنواع. إحنا دائماً الناس يخافون من المانجا، الناس يخافون من الموز. الموز صحيح. فلا، هي 3 أنواع، تبون مانجا، تبون موز، تبون اللي تبونه تاكلون، المهم إن هي 3 أنواع، وممكن 3 تمرات نوع واحد. يعني حتى التمرات، ما التمر ما نأخذ راحتنا فيه وناكل زيادة عن اللزوم، بعد هو يرفع السكر، بعد هو هم يسبب لنا وزن زائد. هو مفيد، هالأشياء مفيدة وهي حياة صحية. نعم. لكن لنزيدها ولا بالضبط. طيب خولة، يعني أنت خليتي يتبادر لذهني سؤال. اتفضل. ضروري. اتفضل. يعني أنت يمرون عليك ما شاء الله ناس وياخذون نصايحك وكل هالأمور، لكن
خلينا نعرف ايش المغالطات والاخطاء اللي دائما الناس يقعون فيها خاصه في فتره الصيف. هم يخافون من الاكل، في ناس يمسكون نفسهم ما ياكلون. طيب الحين انت لما تعطين جسمك كميه معينه من الغذاء، كميه معينه من السعرات الحراريه، الجسم يحس بنفسه انه هو في حرب فيمسك السعرات الحراريه. فانا اول ما زيد لهم شوي في السعرات، زيد لهم في كميه الاكل، ينزل وزنهم، فهم يستغربون كلينا زياده. نعم. ونزل وزننا بشكل عكسي. نعم بالضبط. فهو لازم كل شخص له سعرات معينه خاصه فيه. من شيء أنا لما أسوي نظام غذائي أقول لها، أقول حق الشخص أو إن كان مرأة أو رجل، النظام هذا خاص فيك أنت لأنه طيب خاص في عمرك. تسوين مع النباتيين؟ النباتيين في بروتينات. أي بالضبط بالضبط، هاي حبة جديدة. النباتيين يعني والله. شوفي من كم من يوم كان ما والله ما أذكر من اللي كان يسأل هالسؤال عن إن ليش في ناس نباتيين. انت قلتي هي هبه، في ناس فعلا اتجهت للنباتات على حساب انه ستايل صحي، في ناس لا يعني فعلا هي ما تاكل اللحوم، في ناس اتجهت للنباتات لان تحس براحه اكثر من ناحيه المعده والقولون وما الى ذلك. فمثل ما قلتي انت طيب. هي ستايل جديد. طيب انا بقول لك، من فتره يمكن شهر او شهر ونص سالتني بنت صغيره. عندي انا طبعا مشتركات صغار في السن. اي نعم. فهي عمرها 12 سنه. قالت لي ليش احنا المفروض او ليش في ناس نباتيين؟ قلت لها شوفي ماما، في النباتيين هذول ممكن فئه من الناس ممكن عندهم حساسيه من اللاكتوز. صحيح. ممكن عندهم حساسيه من اكل معين. صحيح. فهم يبتعدون عنه، فالنظام النباتي مفيد حق صحتهم. مفيد حق جهازهم الهضمي، فهم ما يقدرون ياكلون اللي احنا نقدر ناكله. في توجهات عموما. وبالضبط، وفي ناس عندهم توجهات، اما احنا سبحان الله صحتنا زينه، نحافظ على صحتنا قدام وهي صغيره طبعا في السن، فالحمد لله خيره الله ممكن ان احنا ناكل كل شيء. جميل. بس جميل. باعتدال. طيب في شيء حلو الحين بيصير في الصيف، ان الناس بتسافر. طبعا. ففي السفر شوي، لا مو بشوي، خلينا نقول كثير يختلف اللايف ستايل عن وجودك طبعا في بلادك. اي طبعا. طيب ايش النصائح اللي ممكن ناخذها منك بشكل سريع عن يعني الرياضه والتغذيه في فتره السفر؟ طيب بالنسبه حق السفر احنا كاشخاص نختلف، يعني مثلا في شخص صحي بيسافر، في شخص يسوي رجيم وعنده نظام غذائي بيسافر، وفي شخص ابد لا صح ولا رياضي. نعم. فعلى حسب الشخص وعلى حسب البلاد، في بلاد تمشين فيها وايد وفي بلاد لا دائما يستخدمون السيايير نفس بلادنا. او تقعدين كوفيهات ومطاعم وانتهى الموضوع، يعني ما في حركه. بالضبط، على حسب نوع البلاد اللي انت رايحته. طيب اذا كنتي انت حتى ممكن في ناس في الصيف رايحين شغل. صحيح. مؤتمرات. صحيح. فهذول ناس يكونون قاعدين على كراسي ما يتحركون وايد. صحيح. فهم هذول الناس خلينا نبتدي فيهم، هالفئه من الناس اللي ما يتحركون وايد اللي هم وجبتين في اليوم. مثلا الريوق يحاولون ياكلون بروتينات اكثر من اي شيء ثاني بحيث انهم تشبعهم فتره اطول. طيب. والغداء يكون فتره من 5 ل 6 يحاولون انه هو يكون غداء وعشاء. اوكي، ويكون هم بعد يحاولون انه هي وجبه تكون كبيره تشبعهم حق ثاني يوم. ممتاز. ايوه، وهذول الناس هم اللي احسن لهم انه يستخدمون النادي الرياضي الموجود في الفندق نفسه. صحيح صحيح. يكون من الصبح ياخذون لهم ساعه يلعبون فيها رياضه داخل، اما الناس اللي يمشون اللي عندهم حركة كبيرة. بالضبط، حركة كثيرة والبلاد ممكن انهم يتحركون فيها، خلهم يستانسون ويغيرون جو وياكلون اللي يبون ياكلونه. جميل. ويرجعون لنفس سلامة. واحنا بعدين ترى يعودون من السفرة مرتاحين نفسيا. اي والله. واوزانهم تكون انقصت لانه يعني مشوا مسافات طويلة. بالضبط، وتحركوا اكثر من المعتاد. بالضبط، ما يتحركون يعني مثل ما تقولين كالمعتاد اللي في بلادهم. بالضبط. طيب خولة، في النهاية نصيحة قصيرة منك في فترة الصيف. اهتموا بصحتكم وانبسطوا. هو الانسان لازم مش نقول، الانسان لازم يهتم بنفسه، يحترم جسمه، لازم يحط باله على الاشياء اللي ياكلها، مثل ما احنا نحط نشتري اغلى الثياب، نحط نلبس. نعم. اغلى الماركات، هم نختار الاشياء اللي ناكلها بحيث ان هي تنفع جسمنا ما تضرنا.
نسيتي شيء؟ قولي لي. دائما انت تقولينه. قولي. شربوا ماي. بالضبط. شربوا ماي. هذه نصيحتك اللي دائما تنصحيني دائما فيها. دائما. عموما خوله شكرا لك على وجودك معنا، واكيد احنا ما نستغنى عن نصايحك، والماي دائما هذه نصيحه دائما انت تنصحينا فيها. أكيد. فاتمنى ان هذه النصائح الصيفيه سواء بيكونوا موجودين في قطر او بيسافرون، المهم انهم ياخذون هذه النصائح يستفيدون منها. شكرا لوجودك معنا. اذا مشاهدينا ننتقل الى موضوع اخر وايضا صحي، الى مستشفى الوكرة، لنتعرف من خلال فقرتنا الصحية على وحدة الحروق من خلال هذا التقرير. وحدة الحروق تتكون من عدة أقسام. قسم في الدور الأول فيه 12 سرير للحالات الحرجة. القسم الطابق الرابع فيه 7 أسرة للحالات المتوسطة. عندنا في الأطفال العناية المركزة للأطفال الحروق، وفي العناية المركزة للبالغين. فعندنا 4 أماكن المرضى ممكن يدخلون فيها إذا عندهم أي حروق بدرجات مختلفة. كل حالات الحروق يتم التعامل معها، تبدأ من حمد إذا كان حالة المريض حرجة جداً لا يسمح له بالانتقال إلى مستشفى الوكرة، يتم التعامل معه في مستشفى حمد. إذا تم وضع يعني تنفس صناعي له، فيتم في مستشفى حمد إلى أن تسمح حالته وينقل إلى هنا. الحالات الثانية الوسط أو اللي تيجينا دايركت من يعني من الأماكن الصناعية، يتم التعامل معها كذلك بنفس الطريقة. إذا احتاج المريض للتنفس الصناعي يروح للعناية المركزة للبالغين، أو إذا كان الطفل يروح للأطفال. بعدها يعني يتم متابعته بالغيارات اليومية، بالمسكنات، بالمهدئات. إذا كان تحت التخدير الكامل يعطى مهدئات ويعطى مسكنات، ومع الغيار المستمر يوميا. وطبعا أهم شيء عندنا احنا نظامنا في التعامل مع المريض هو نحطه في سلاين باث إذا كانت حالته تسمح. السلاين باث عبارة عن حوض كبير نضع المريض فيه ونحط فيه نورمال سلاين. هذا يساعد على شفاء المريض بصورة كبيرة. الحالات الصغيرة الثانية اللي ما تكون يعني الجسم بكامل، يعني تختلف الحروق درجتها ونسبتها على حسب المريض. إذا كانت الحرق مش كثير يتعامل معاه بوضع المراهم يومياً أو يوم ورا يوم إذا تحسنت حالة المريض. وبعض المرضى يحتاجون لعملية جراحية، فهذا يعني بعد نأخذهم نسوي لهم عمليات جراحية متى ما حالتهم استقرت ومتى ما شفنا أن الجرح في هالوقت يستجيب للعملية. تقريبا عندنا في الطبق الأول يعني يوصل ل 130 مريض في خلال السنة. عندنا طبعا الطابق الرابع يعني نفس العدد، في العناية المركزة للأطفال يصل إلى نفس العدد تقريبا من 100 وشيء ل 120. وعندنا العناية المركزة خلال السنة، هذه الإحصائيات العناية المركزة تقريبا 50 مريض في السنة. يعني اللي يستعمل بعض الأشياء اللي تستعمل بعد ما يتم شفاء المريض، طبعا أول شيء يبتدأ بال إذا كانت في بعض من الأطراف اللي مثل اليدين أو رجلين، هذا تحتاج إلى أن نحط له ضاغط ويحتاج علاج فيزيائي يعني للحركة عشان ترجع الحركة طبيعية للمريض. فهذا يحتاج إلى فترة علاج طويلة، تحتاج إلى فترة يسوي اكسرسايز لفترة طويلة عشان يرجع العضو لطبيعته. بجانب ذلك يحتاج إلى المساج. إذا استجابت الأمور يعني الحمد لله، إذا ما استجابت
يعني ممكن في بعض المناطق نستعمل لها الموسعات، نحط له مثل البالون وننفخ فيه لين يصير يوصل الحجم اللي نبغيه، وبعدين نشل، يتم إزالة جزء من الجلد. يعني هي العملية تعمل على مراحل، يمكن يحتاج إلى مرحلة الأولى، ثانية، ثالثة، يعتمد على كبر المساحة المريض اللي محروق فيها والجزء اللي محروق فيه. بعدها يتم، يعني إذا كان الجزء المحروق قليل يعني نقدر نشيل له إياه كامل بعمليات نحط له بالون ونوسع له المنطقة، وتقريبا يعني تعطي نتيجة ممتازة. يعني هي معظم الحالات تعتمد هل هو رجل أو امرأة أو طفل. الأطفال عادة يجون يكونون بالسوائل الحارة، عادة بالشاي، بالماء الحار، ودائما يكون المشكلة أنه يكون يعني الطفل يا أما في فترة بدأ يمشي وراح مسك الطاولة وجر اللي عليها وانكت عليه. الشيء الثاني أنه تكون الأم شايلتها وبحركة لا إرادية من الطفل أو منها يكتس الحليب أو الشاي أو القهوة. فلذلك دائما ننصح اللي يعني عنده طفل لا تشرب، يعني لا تأخذ شيء حار في يدك والطفل في يدك أبدا، يعني لا يستهين الواحد بالأمور لأنها تعطي نتائج. يعني سبحان الله الطفل جسمه جلده رقيق جدا فما يتحمل حرارة السوائل. العمال نشوفهم ممكن بالالتماس كهربائي، والعمال اللي يشتغلون في المناطق اللي فيها كهرب أحيانا وهم يضربون يحاولون يحفرون ممكن إذا كان فيه كهرب يصير التماس كهربائي ويحترقون. الحريم النساء يعني أكثر شيء يعني ممكن بسلندر الغاز أو بالسوائل الحارة. يعني أهم شيء للمريض أول ما يصير عنده حالة حروق يعني بالسوائل الحارة أو حتى إذا صار في لهب، الماء البارد. الماء البارد هو أحسن شيء للحروق، ويعني يحسن من يعني إذا كان مثلا الحرق درجة ثانية مع الماء البارد يعني فترة يعني ممكن يوصل لدرجات أخف من إنه إذا تركها بدون أي استعمال. وما ننصح طبعا أبدا باستعمال الأشياء الثانية مثل معجون الأسنان، مثل يعني في أشياء كثيرة الناس تستعملها. هو أهم شيء الماء البارد لين يصل إلى المستشفى، يعني حتى إذا مثلا أثناء النقل تحط له فوطة باردة على جسم المريض تطويه به وتنقله أو ليوصل الإسعاف له. إذا مشاهدينا هذه فقراتنا لليوم، وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم. غدا لدينا مواضيع مميزة فتابعونا على نفس الموعد، ولاقتراح أي مواضيع يمكنكم مراسلتنا عبر وسائل التواصل الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة. إلى اللقاء.